حين نكون شيئا من الحسين عليه السلام نكون شيئا من صمده وثباته وقوته وثلابة موقفه مع الحق وفي نصرته. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء، أحق فتى يبكى، أحق فتى يبكى، ويندب سرمدا إمام هدى بالطاف طاف به الردى. بقية أصحاب العباء الذي خبا بمصرعه نور الإمامة والهدى، الشيخ الدمستاني رحمة الله عليه، كلماته دائما مؤثرة، دائما هو متأثر عندما يقول: تذكرته فانهل دمعي. دائما هذه كلماته: حطم الحزن فؤادي، كيف لا نبكي بشجوى، حق لو في فيض دمع العين إنسان طفى. موجع موجع. تذكرته فانهل دمعي وهالني تأمل ما عاثت بجثمانه العدا. ثوايا جثة من غير رأس على الثرى. يا رسول الله، ثلاثا رضيضا بالجياد مجردا يا جليل من الأرزاء أن ابن فاطم جديل على وجه الثرى لا يلحد. ويلاه حنيني على المذبوح عطشان ضاميا حشاشته ما بل منها الصدى ندى. خلا ما جرى
من نحره وقت ذبحه خلال الحشا والدام لا ينقع الصدى. خلا ما جرى من نحره، شنه جرى من نحره؟ الدم. وقت ذبحه خلال الحشا يعني تغلغل الدم إلى الأحشاء، ولكنه ليس ماء. خلا ما جرى من نحره وقت ذبحه خلال الحشا والدم لا ينقع الصدى، ويح الفرات أباد الله غامره ورد وارده بالرغم عطشانا، لم يروي قلب غليل السبط، لم يروي حر غليل السبط بارده حتى قضى في سبيل الله ضمانا. قتل جدي الحسين وفي قلبه على الماء لهفا وناحت يتيمة من يتامى الغاضرية، إيه؟ من جابوا لها الماء يقالوا يا زكي شربي لك شوي ماي ندربكم عطاشة وخلي البكا عنك وبردي هالحشاشة. قالت تروى بماي بعد حسين حاشا، عطشان ابويا ولا شراب قطرة مي، والله حرام الماي من بعد نشربه خلي اموت من الضما بديار، عاشت كدر من بعد عينه كربا صابتني وصابت بنات الهاشمية، ولا وتلهفت زينب عليها بقلب دايب قالت يا بنتي لا تهيجين المصايب، بس يا روحي عاد من فقد الحبايب خوفي عليك من الظما تموتي لي، خوفي تموتي من الظما واحنا بهالحال واتحير بأمرك وانا حرمها بل ارجع من هو يسوي لك قبر ويجيب شيال، ذوبت قلبي وشيبتني الغاضرية، ولا وصالي ابن ام بحريم اصغار وكبار قال لي يا زينب هالله هالله ببيت الاطهار ليكون طفله تنسلب وتضيل بالاخمار،
لكن اش بيدي سلبتنا آل أمية وحسين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. الأبرار كما تعلمون جمع، وتجمع أيضا ببررة، تارة تقول أبرار وتارة تقول بررة، والشكل في القرآن كرام بررة، ومفردها البر أو للأنثى ماذا؟ برة. والبر هو من اتصف بصفة الاتساع، يعني عندما يكون الإنسان ذا فضل، والمؤمن هالشكل، عندما يكون الإنسان معطاء، يعني مثل ما نعبر إحنا فيه خير. المؤمن، المؤمن هو البر الذي يتصف بصفة البر. نعم، فإذا عندما يسمى أو تسمى الصحراء برا، ليش سموها لماذا سميت الصحراء برا؟ سميت برا لاتساعها. نعم، فعندما يتسم الإنسان بصفة البر، بصفة الاتساع، بصفة العطاء، الإنسان المؤمن يسمى برا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني في مقابل البر شنو؟ جبارا شقيا. لاحظ، وتوفنا مع الأبرار. هذا مقام عظيم. من هم الأبرار؟ لما نجي إلى آيات القرآن الكريم لا بأس بهذا التأمل في هذه الآيات، في سورة آيات سورة الإنسان وآيات سورة المطففين، هناك آيات متعددة ذكرت الأبرار. من هم الأبرار؟ الأبرار إما أن يقال، وكلا التفسيرين صحيح، إما أن يقال بأن الأبرار هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ملتفت، الأبرار هم الأئمة. وإما أن يقال بأن الأبرار هم شيعتهم الخلص، طبعا هم درجات، الأبرار درجات، زين، والأئمة متأمل هم الأبرار المقربون. فعندنا أبرار وعندنا أبرار ماذا؟ مقربون. فإذا إما أن يقال بأن الشيعة هم الأبرار، وإما أن يقال بأن لا، الشيعة أبرار والأئمة، عفوا، الأئمة هم الأبرار، وإما أن يقال الشيعة هم الأبرار والأئمة هم الأبرار شنو؟ المقربون. وأيهم أرفع؟ بلا شك الأبرار المقربون. لما ننجي نريد نلاحظ هالمعنى في وين؟ في القرآن الكريم، قال في سورة المطففين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقرب. ملاحظ إذن؟ إذن رتبة المقربون أرفع من رتبة من؟ الأبرار، لأنها كم عملوا والله
الملائكة كتبوا هذا العمل، بعدين يأتي المقربون ليشهدوا هذا الكتاب، ليشرفوا على هذا الكتاب، إليهم حضور، إليهم حضور. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. هذه واحدة. الثانية تكملتها قال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، يعني طالعون ضاد، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ينظرون نظرة غير ينظرون، نظرة يعني الجمال، نعومة، البهاء، يعني لما ادخلوا الجنة رجعوا ماذا؟ رجعوا شبابا ناعمين. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق بعد مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، عيني يشرب بها المقربون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إذن هنا يتكلم عن عين في الجنة. إن الأبرار لفي نعيم يسقون من رحيق مختوم، هذا الرحيق المختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه هذا الكأس الذي يشرب منه الأبرار، مزاجه من تسنيم، مزاجه مو كله، متأمل مزاجه، شلون إذا عندك كأس تريد تحليه بالزعفران أو ما إلى ذلك أو بشيء من السكر، ومزاجه من تسنيم، مو كله من التسنيم، لا مقام الشيعي ما هو نفس مقام الإمام، ومزاجه من تسنيم، وش هالتسنيم؟ قال عيني يشرب بها المقربون، يشرب بها مثل يشرب منها، نفس الشيء يعني لغة، بس هنا اتضح لك المعنى، عيني يشرب بها المقربون، لا المقربون مقامهم أرفع، هذه صاف كلها إليهم، كلها إليهم، ما يشربون من مزاجها، لا كلها، عيني يشرب بها المقربون. هذا نفس المعنى الذي نقرأه في سورة، أي سورة؟ هذه في سورة المطففين، في سورة الإنسان. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها، كان شنو؟ مزاجها كافورة، عيني يشرب بها منه عباد الله يفجرونها تفجيرا. إذن من هم عباد الله؟ عباد الله هم في سورة الإنسان، هم المقربون في سورة ماذا؟ في سورة المطففين. عيني يشرب بها، طبعا هذا من التفاسير اللي ذكر شيخ محمد سند، زين، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. من هم عباد الله؟ قال هذولا يوفون، اللي ذكرتهم الآية يوفون بالنذر، أو اللي هذولا صفتهم، اللي هذه صفتهم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أبرار يعني فيهم خير، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نبغاكم تمدحونا ولا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم وجزاهم بما صبروا جنة
وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. بعد قال ويسقون فيها كأسا. من هو هذول الأبرار لو المقربون؟ أول شيء الأبرار الذين يسقون من كأس كان مزاجها كافورا. الآن يتكلم عن عين أخرى وهي عين ماذا؟ عين السلسبيل. الآن تغير الكلام. في البداية يتكلم عن من؟ عن الأبرار. الآن يتكلم عن عباد الله اللي هم المقربون. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. نقرأ في الروايات أنها لأمير المؤمنين سلام الله عليه. ويقول الشيخ السند أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائم على تلك العين التي هي أرقى وأعظم من عين ماذا؟ من عين الكافور. إذن معشران أو فئتان وعينان وكأسان مزج أحدهما بشيء من عين الكافور. من الذي أفاض على المؤمنين على الأبرار اللي هم المقربون؟ ومن الذي يفيض على المقربين من العين الأعظم ليمزج كأسهم من عين السلسبيل؟ هو رسول الله محمد إذن من سلمان المحمدي؟ طبعا هذا بعض المفسرين يقول هو تجسم للأعمال. الأعمال تتجسم لولا كل شيء يتجسم يوم القيامة. العمل الصالح الذي قام به هؤلاء يتجسم يوم القيامة بهذه الصورة اللي وصفتها آيات سورة الإنسان. زين. وهو العلم. العلم يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسقي الأئمة العلم والأئمة يفيضون من عين العلم على من؟ على شيعتهم مزاجها كافورة. ولهذا نقرأ في الزيارة الجامعة نفس المعنى وعناصر الأبرار. ها؟ عناصر الأبرار يعني منكم صنع الأبرار من معدنكم من مادتكم من عنصركم. ما صار سلمان المحمدي إلا من الأساس. الأساس من؟ أمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عناصر الأبرار اللي منهم العظماء ومنهم صاحبة الذكرى اللي تحتل مكانها وإن كان التاريخ ظلمها. وهذا مو شيء غريب على التاريخ لأن التاريخ أنت إذا تقرأ الكتب تتأكد من هالكلمة اللي تسمعها دائما أن التاريخ ظلم أهل البيت سلام الله عليهم. فظلمها كما ظلم جدها أمير المؤمنين. وإذا أردت أن تتأكد فقرأ سيرة أبي محمد الحسن وسيرة أبي عبد الله الحسين. زين. أضف إلى ذلك فهي امرأة
وشأن النساء ماذا؟ وشأن النساء الخدر، هي ليست رجل، لولا هي مو رجل يعني بتصير إليها الصدارة في الظهور، هي امرأة. فلما كانت امرأة لا تظهر كثيرة، شأنها الستر وشأنها الخدر، ما تكون الأنظار موجهة إليها كثيرا، ولكن لما جلت مصيبتها وعظمت ظهر اسمها، ظهر اسمها. بس أنت لما تريد تعيش هالذكرى يعني لابد أن تربط هالشخصية بأمير المؤمنين. شوف ظلامة أمير المؤمنين إيش سوت، أنت ما تبكي فقط على سكينة، أنت جاي تبكي على الحسين، أنت جاي تبكي على أمير المؤمنين. ملكنا فكان العفو منا سجيا، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا. هذه مصيبتها مثل مصيبة عمتها زينب. شلون؟ طبعا هي وفاتها 117 يعني بعد وفاة الإمام الباقر. إذا قلنا الإمام الباقر توفى سنة 114 زين، يعني بعد وفاة الإمام الباقر بثلاث سنوات إذا صحت هذه الرواية. وفاة السيدة سكينة، سكينة من السكينة أو سكينة أصح، اسمها سكينة، لقبها، لقبها تلقب بسكينة كما رقية، وإلا في الأصل هي آمنة أو أميمة، كانت كما يصفها أبوها أبو عبد الله الحسين. فإنها غالب عليها شنه؟ الاستغراق في الله جل وعلا. نعم، هذه التي جلت مصائبها، تعال أنت إلى الطف، فقدت أول ما فقدت، فقدت زوجها، زوجها اللي هو عبد الله ابن الحسن، عبد الله الأكبر، لأن الحسين زوج أولاده إلى أولاد الحسن، أولاده إلى بنات الحسن، وبنات الحسن أو بنات الحسين إلى أولاد الحسن. ففاطمة بنت الحسن، فاطمة ابنة أم إسحاق، إلى من؟ إلى مولانا الإمام زين العابدين. وفاطمة ابنة الحسين اللي هي أخت فاطمة بنت الحسن من الأم، لو لا أخوات من الأم، لأن الإمام الحسين تزوجها. فاطمة ابنة الحسين للحسن المثنى، وبعد وقال وسكينة ابنة الحسين لعبد الله الأكبر ابن الإمام الحسن، وهو شقيق القاسم، وأمهما رملة وقيل نرجس. يقول الطبرسي وغيره: وكان حديثي عهد بالزواج، يعني توهم عاقدين مثل ما نقول، لم يبني بها، يعني مثل ما نعبر احنا بتعبيرنا خاطبين، ولكنها رأت يعني جلت مصيبة سكينة، فقدت أخوها الأكبر، فقدت أخوها الأصغر، فقدت عمها، فقدت أبوها، فقدت زوجها. الله يا عبد الله، على فراقك سكينة الحزن آذاها، عروسك بدل فرحتها عليها تشمت عداها. تأمل، ترضى القوم تسلبها حليها وتسلب رداها، وبدل لبس الحلي تلبس حبال يجرح الكفين. الشكل صار يا أمير المؤمنين،
صعبة على العروس تشوف غاليها انقصف عمره وما تتحمل تشوف ذبيح ومنقطع نحره وتنظر أهلها كلهم ضحايا من على الغبرة. والمصيبة الثانية بعد هذه ما يحتاج إلى تمهيد سكينة هذه. والمصيبة الثانية قال لما استقبلت الحسين وقد رجع من مصرع علي الأكبر يقول آل بحر العلوم في المقتل يقول فخرجت سكينة فلما نظرت إلى أخيها الأكبر مبضع مقطع الضربة على الضربة وقعت عليه فغشي عليها فقال لها أبو عبد الله إلزم الصبر يا بنية فقالت وكيف تصبر من ترى أخاها ذبيحا وترى أباها مشردا قد أحاطت به زمر الأعداء. بعد من المصائب قال لما رجع الحسين من مصرع أبي الفضل العباس ووقف على باب الخيمة سمع النسوان صوتا طلع بضجة وحنين وإلى ليلة الجمعة مولانا وعلى حساب الحسين ها والشعور من الشرايا يا والكل يهل دمعة العين يقولون استقبلت سكينة ولفت سكنة صيح أبو فاضل يا أبو يا حسين وي لو شرب ما يونساني هذه ما هي عادته ولا من سمعها جذب والنايا والحزن بالقلب زاد قال شوكتنا افتليت والعدونا للمرا دخلي الخيمة يا سكنة والبس ثياب السواد اللي ترجينا يجيب الماي فضخة وهامته يا خوي حسين خليني بمكاني يقل له ليش يا زهرة زماني يقل له وعدت سكنة تراني بمايو أستحي منها من سدر يقل له أيست سكنة من الماء تجي يمي ذليلة وتوقف إحداي يا خويا من العطش رادت تجي ويا ويلا وطلع الحسين ورجع رجع رجع لكن إيده خلية لأن كل ساعة وشايل على صدره جنازة شباب لكن بعد مرة ثانية راح ورجع واستقبلت سكينة لكن إيده ما هي خالية شلون لما استقبلت سكينة وش تقول تقول بو يسقيت خي وجيتني بفاضل الماي بالعجل برد غليلي من الضم ذايب حشاي ولا خان بدهري ايش بيدي على الذي روض ماي جذب حسرة وحط اخوها بين يديها ومدده ايه قلوب الزوار تحني لكربلاء قالت اش صاير بخيي
متمددة فوق الثرى. قال أنا لا تنشديني شوفي بحال أشجر صدتوا لأنهم فاروق ولو داج مهبرة. صرخة نادت يا خيش هالذنب منك سدى. فضمت الحسين إلى صدرها وضمها بأبي وأمي وهو يقول سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي من كل بكى إذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بشجوك حسرة ما دام من الروح في جثماني وحال سكن حالك شار. وياي وياي ويا ابو يوسف يا مجدت تودع تنتحب وتقول عزي الحرم ماشي المصرعة سمعها تنعي وتحدى يا رفاق خدام أدمعا واحتضن ذيك العزيزة وظل يجذب حسرته ولا نوب نظمها لصدرا ويجذب الحسرة وينو هنا بنت قل عقوب ذبحك يا بويا وين اروح. هذا طير اليتم يا مشكر على راسي لوح والحرم ضجت على حالة سكينة وحالته. قال يا سكنة ترى نوحك عقب ذبحي طول عقب ذبحي يا حزينة تكابدين أمر مهو تنظرين على الثرى والجسد ميدان الخيول وانت حسرة على جمال تنحل القوة مشيته. صيحوا يا سادة اسمع اسمع ويش شوى شلون شلون. قال ملا عطية قال نادت اماني العزيزة اللي تودني يا شهيد شلون تتركني غريبة والوطن عني بعيد بوي ترضى غيرتك حسرة يودون اليزيد بين عادي والعدو تدري أبو تدري شديدة وليته. بعد مقطعين بعد نقرأ مقطعين. المقطع الأول لملا سعيد رحم الله المؤمنين يوم اللي رجع الجواد خالم إلى الحسين وإذا بزينب تنادي حس المهرجان وياي يا بنتي من المعارة قوم يا سكنة واكشفي يا لي أخبر قلبي تراه تشتعل بالحزن نارة إن كان راح حسين يا ضيعتها ليتا طلعت سكينة من الخبا والصوت عالي
وشافت أعنانه يسحبه والسرج خالي، قالت وقع يا مخدر سورج العالي، قوم استعدي يا مصون لدخلة الشام. والمقطع الأخير، المقطع الأخير إلى شيخ هادي الكربلائي يقول: حماي الدخيل حسين كل الوادم يشهدون، بر وبحر مو منكور جن وإنس يعترفون، بس وحده يا ابو سكنه العقل من عدها ضل مدهون، شلون انهضمت سكينه سكت وما قلت بحمار. عزيزة قلبك وجدتك مو خيال، مو خيال، اقرأ وش يقول ابن طاووس: وقعت على أبيها فغشي عليها، فاجتمع جماعة من الأعراب وسحبوها عن جسد الحسين. عزيزة قلبك وجدتك شلون الشمر يدناها، تناديك بضعيف الصوت يا بويا ويا بعدك لاي، بويا بويا من قطع راسك ويا هول سلب ثيابك، يا بويا غطى كل مصاب، مصاب المجرى مصابك، وحسين عسب عيد البلا متراب ومن فيض الدمى خضابك، قبل ما اشوفك بهالحال يا ريت انعمت عيناي، ابوي عمت عيني ولا اشوفك، ذبيح ويجري دم نحرك واصحابك واهل بيتك ضحايا مصرعة بكترة، عساها تعقرت هالخيل ولا داست على صدرك، ويريت الموت اخد عمري شلب عمري عقب ولياي، سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي من كل بكاء، إذا الحمام دهاني. والرباب وش تقول؟ الرباب تقول: والله يا سكنة عقب أبوك حسين ما عيش ولا انسى مصاب اللي نحلني ونغص العيش، ولا نسيت شتتنا وطلعتنا مداهيش، ورجالنا كلها ضحايا فوق التراب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم وثبتنا على ولايتهم والبراء من أعدائهم يا كريم، اشف مرضانا وفك أسراءنا ورد غرباءنا يا الله يا الله يا الله. اللهم ولا تجعله آخر العهد منا من نصب العزاء والمأتم على نبيك وأهل بيت نبيك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم ففرج عنا بحقهم يا كريم، واكشف اللهم ما ألم بنا يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والفاتحة قبلها صلوات.